بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت الشابتر الأول لابلاس ترانسفورم. إلى حد هذا المستوى نكون قد انتهينا من التحويل المباشر لابلاس ترانسفورم from the time domain to the Laplace domain بكل خاصياته. يعني شفنا أنه تحويل لابلاس كانت عنده خاصيات linearity, derivation, integration, final value theorem, initial value theorem. وهنا نستعرض التحويل العكسي من المجال الافتراضي إلى المجال الزمني، وهو الجزء الأخير من هذا الشابتر تحويل لابلاس. وهنا فيه طرق عديدة للتحويل العكسي من المجال الافتراضي إلى المجال الزمني. ممكن استعمال الثيورم، ممكن استعمال لابلاس تيبل، لابلاس تيبل، وممكن استعمال الطريقة الأكثر استعمال وهي the partial fraction expansion when f of s involves distinct pole only. Consider a function f of s written in the factored form. F of s equal to a of s على b of s. يعني a of s تكون في شكل بسط على شكل مقام. a بسط و b مقام. ونكتبها بهذا الشكل. تكون يعني k مضروب في s plus z1 time s plus z2 time s plus zm over s plus s1 time s plus s2 time s plus sn. هنا ملاحظة، لازم تكون الm أقل من الn كي يكون عندي نظام حقيقي أو نظام realistic. بالنسبة للs1 s2 وصولا إلى sn نسميهم the pole of the system, pole of my system or of the system. Z1, Z2, Z3 إلى Zm are either real or complex quantity. فبالنسبة للZk, k from 1 to n نسميهم 0. يعني جذور المقام أو جذور البسط نسميهم الزيرو، zeros، وجذور المقام نسميهم poles. Now if f of s involves distinct pole only, then it can be expanded into a sum of sample partial fraction as follow. f of s هي بسط على مقام، ونكتبها إلى مجموع كسور بسيطة a1 over s plus s1 plus a2 over s plus s2 plus 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 إلى an s plus sn، تقسيم s plus sn. السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا، لماذا نفكك ال f of s إلى مجموع كسور بسيطة؟ بكل بساطة الإجابة عن هذا السؤال هي كالآتي. يعني إذا أردنا تحويل العكسي للفانكشن f of s باستعمال هذا الفورم، يكون التحويل معقد ويعني صعب. وإذا فككنا ال f of s إلى مجموعة قصور بسيطة، وإذا علمنا ال a1 ال a2 ال an إلى an، يعني يمكن احتساب ال f of t اللي هي يعني the original of the function f of s بكل بساطة. وهنا يعني ال k ال a k k from 1 to 3 إلى n are constant. يعني ال a1 a2 a n the coefficient a k is colored the residue at the pole s equal to minus s k. Now the value of AK، يعني أهم شيء هو كيف نحسب the value of AK. Can be found by multiplying both sides by SS plus K and letting S equal to minus SK which gives. يعني هذا الفانكشن F of S نضربه في SS plus K مهما كان الK 1 2 3 ونضع S equal to minus SK. I can found finally the constant or the coefficient AK. إذا علمنا AK يعني AN، AN minus 1، AA minus 2، AA، A2، A1، وباستعمال Laplace inverse of AKS plus SK over S plus SK التي هي تساوي AK time E minus SK time T، نستطيع بعدها احتساب the function f of t التي هي تعتبر the origin of the function f of s والتي هي كتبناها a of s over b of s.
بهذا يعني الشكل. يعني f of t هي Laplace inverse of the function f of s. Laplace inverse يعني L minus 1 التحويل العكسي، والتي هي تساوي a1 e minus s1 of t plus a2 e minus s2 of t إلى آخره، باستعمال يعني كلها باستعمال هذا الثيوريم.